Listen حبيبي, ممكن الايفون ما يبقاش احسن موبايل في العالم, بس I only use it for photography. Its camera is amazing. احسن كاميرا موبايل في العالم. Guess what darling, مش احسن كاميرا ولا حاجة. النهارده عايز اتكلم عن موبايل من اقوى الموبايلات اللي نزلت السنه دي. مش كده وبس, هو في احسن كاميرا في العالم لحد وقت تصوير الفيديو ده, وده مش كلامي, ده كلام دي اكس او مارك او السايت المتخصص في تقييم الكاميرات في العالم, سواء كانت كاميرات دي اس ال ار او ميرورلس او حتى كاميرات الموبايل. والموبايل ده الكاميرا بتاعته واخده اعلى سكور في العالم 109. الموبايل ده من شركه هواوي اسمه بي 20 برو. الصراحة انا هتكلم النهاردة عن الكاميرا اكتر من بقية المواصفات, بس نقول المواصفات بتاعته سريعا. هو موبايل بيجي بسكرين 6 انش او 6.1 انش سكرين بالظبط, فول اتش دي, فيها نوتش بس النوتش بتاعته اصغر من بتاعة الايفون بحاجة بسيطة يعني. فرونت فيسنج فينجر برينت هنا, ودي الصراحة انا كان نفسي الفينجر برينت تبقى ورا عشان كان يكبر لي السكرين. يعني ايه الفكرة انك تصغر لي السكرين وتحط لي الفينجر برينت قدام؟ الظهر بتاعه من الازاز, وهم عاملين الالوان دي حلوة قوي, الالوان اللي هي التو تون دي او الدول تون. اللي قدامنا ده اسمه توايلايت, بيعمل لونين كده من اول ماجنتا لحد التيل في تدريجة كده, وحسب الزاوية بتاعة اللايت بيبتدي يظهر لي اللون بتاعه. شكله حلو جدا, بريميوم كده. الموبايل البيلد كواليتي بتاعته حلوة جدا. بيجي بروسيسور كيرنت 970, وده المفروض ان هو كان الكومبيتيتور بتاع السناب دراجون 835. يمكن مش اسرع بروسيسور موجود دلوقتي نظرا لان الموبايل ده نازل في اول السنه دي. في موبايلات زي البيكسل 3 مثلا اسرع, بس ده مش معناه ان الموبايل بطيء. الموبايل سريع جدا وريسبونسيف جدا. الموبايل بيجي ب 6 جيجا بايت رام, والستورج 128 جيجا بايت, وما ينفعش ان انت تزود الستورج, مفيش مكان لمايكرو اس دي كارد, بس في مكان لاثنين سيم كارد. من اكتر الحاجات المميزه كمان في الموبايل ده البطاريه بتاعته 4000 ملي امبير, وانا من الناس اللي بتحب ان الموبايل يبقى كبير او ان هو يبقى عريض شويه, بس البطاريه بتاعته بتقعد. يعني ما تقعدش ترفع لي في الموبايل وابقى ماشي باور بانك, طب ما انا ما عملتش حاجه. فالموبايل ينفع يقعد معاك طول اليوم من غير ما تحتاج تشحنه في النص. ما بقاش فيه هيدفون جاك, بيجي بكونفرتر في العلبه بتاعته ان انت توصله بال 3.5 ملم جاك ده علشان توصله باليو اس بي تايب سي اللي موجود تحت. اليو اس بي تايب سي ده مخلي ان التشارجر بتاعه فاست تشارجر, فبالتالي ممكن تشحن الموبايل بتاعك اسرع. فكره ان انا احط الموبايل قبل ما انزل ربع ساعه او ثلث ساعه الموبايل يشحن لي 50 او 60% من الباتري, حاجه هايله جدا. نيجي على اهم جزء في الموبايل ده وهو الكاميرا, وهي الصراحة مش كاميرا واحدة, هما ثلاث كاميرات, ودي كانت حاجة غريبة شفناها السنة دي في الموبايل ده. الموبايل بيجي بكاميرا أساسية 40 ميجا بيكسل, فتحة العدسة بتاعتها 1.8, ودي بتصور ألوان, والكاميرا التانية بتصور أبيض وأسود بس, مونوكروم كاميرا, وفتحة العدسة بتاعتها 1.6, بدخل ضوء أكتر شوية, والعدسة دي شارب جدا. أنا من الناس اللي بتحب تصور أبيض وأسود, والتصوير بالعدسة الأبيض وأسود اللي في الموبايل ده متعة حقيقية فعلا. والعدسة التالتة 8 ميجا بيكسل تيلي فوتو لينس, فتحة العدسة بتاعتها 2.4, طبعا هتدخل إضاءة أقل شوية, ولكن هتديك أوبتيكال زوم أو زوم حقيقي يعني لحد 3x. بعد كده أنت ممكن بالديجيتال زوم تزود في الكاميرا لحد 10x. بالنسبة للكاميرا الأمامية أو السيلفي كاميرا, فهي بتبقى 24 ميجا بيكسل وفتحة العدسة بتاعتها F2. انا الصراحة شايف ان جزء كبير من التجربة بتاعت الكاميرا دي انها هايلة جدا هو السوفت وير بتاع الكاميرا. مبدئيا انت عندك كذا مود هنا في العادي, ده اللي هو الفوتو, ده التصوير العادي, بيدعم الاي اي, يعني بالذكاء الاصطناعي او بالارتفيشال انتليجنس هيقدر يتعرف على المشاهد اللي قدامه. اي مشهد انت هتجيبه قدام الكاميرا هيبتدي يظبط الالوان والسيتنجز والاضاءة على اساس المشهد ده. يعني مثلا في الزرعة بتاعتي دي, لو انا جبت عليها الكاميرا كده هيبتدي يكتب لي جرينري, وابتدت الالوان بتاعتي تبقى باللون الاخضر القوي ده على اساس ان هو يدي ساتوريشن اكتر للالوان. الكلام ده برضو موجود على السماء, هتلاقيه بيكتب لك بلو سكاي او بيتش لو انت على البحر. تقريبا بيتعرف على كل حاجه حواليك, الاكل هيكتب لك فود ويبتدي يزود الالوان الاحمر والحاجات دي كلها. الحيوانات نفس الكلام برضو, هيتعرف على الحيوان, دوجز كاتس بقى ايا كان الحاجه اللي انت بتصورها. الصراحه احلى حاجه في الكاميرا بتاعه الموبايل ده حاجه اسمها نايت مود, والنايت مود ده هو عباره عن اوبشن بيخلي الكاميرا تاخد لونج اكسبوجر ايمج او يبطئ الشطر بتاع الكاميرا بحيث انها تدخل اضاءه اكتر, ويدمج الصور دي كلها مع بعض ويديك في الاخر صوره واحده الاضاءه بتاعتها هايله حتى لو الاضاءه بتاعتك كانت شبه معدومه في المكان اللي انت فيه. انا هطفي الانوار, انا تقريبا كده الاضاءه اللي موجوده عندي هي اضاءه اللابتوب بس, انا مفيش حاجه باينه يعني. دي الاضاءه اللي موجوده, انتوا متخيلين يعني دي الاضاءه بتاعه اللابتوب بس اللي جايه على الزرعه دي, هياخد الصوره في خلال .
نايت مود ده من احلى الحاجات اللي انا شفتها في الكاميرا دي، فكره ان هو قادر ينور حاجه باستخدام اقل اضاءه، وان هو بياخد الاكسبوجر ده ببطء كده، وبرده يفضل محافظ على ان الصوره تطلع لك ثابته في الاخر. خلينا نشغل الانوار تاني، انا رجعت اهو. في مود تاني في الكاميرا اللي هو ابرتشر ده، ابرتشر ده بيخليني اتحكم في فتحه العدسه، وبيعمل عزل عن الباك جراوند، بتختار فتحه العدسه من عندك من هنا، وبعد كده بتركز على الجسم اللي انت عايزه. والمميز جدا في المود ده ان انت ممكن بعد ما تصور الصوره تبتدي تغير الاماكن بتاعه العزل دي. متصوره على ابرتشر، تقدر لو دوست هنا كده ان انا اظبط الفوكس بتاعي بعد كده على مكان تاني هنا مثلا. عبقريه جدا يعني، مثلا دي نمر العربية اللي مش باينة، ده وش سنوسي صديقي. تقدر تفتح تقفل فتحة العدسة فالعزل يبقى أقل، تقدر تفتح فتحة العدسة فالعزل يبقى أكتر. والصورة دي متصورة على المود بتاع المونوكروم اللي هو بيخليني أخد صور أبيض وأسود، فبالتالي شارب جدا. بصوا عاملة إزاي، فظيعة. كمان البورتريه في الموبايل فيه خاصية ال 3D ده، اللي هي بتخليك تختار الإضاءات بتاعتك بعد ما تصور. يعني مثلا ممكن إن أنا أختار باترفلاي لايت كده، والحركة المكان اللي أنا هغير فيه اتجاه اللايت هيبتدي يرسم الشادوز والهايلايتس على وشي. ممكن نزود الانتنسيتي شوية عشان يبان، يعني كأنك أنت بترجع توزع اللايت على الصورة بعد ما بتصورها، ودي حاجة هايلة جدا. الجدير بالذكر بقى ان الموبايل ده بيصور رو، يعني تقدر تطلع فايل رو الريزولوشن بتاعه 40 ميجا بكسل، وتعمل عليه اديتنج على الفوتوشوب او على اللايت روم. وده اللي انا عملته في الصورة دي. الصورة دي انا مصورها بالاستوديو لايتس، الاضاءات اللي موجودة في الاستوديو، واستخدمت الفايل الرو بتاعها علشان اطلع احسن كواليتي من الكاميرا. كانت دي الكواليتي اللي طلعت من الصورة، تفاصيل هايلة، يعني تحس ان هي متصورة بكاميرا دي اس ال ار، مش متصورة بكاميرا موبايل خالص. اما بقى بالنسبة للسيلفي كاميرا، دي الكواليتي بتاعتها. خلينا ناخد صورة كده، ديتيلز فظيعة، سكين تون فظيع، دقن مش فظيعة، الحمد لله. طبعا في بيوتي مود، بيوتي مود ده ممكن نزوده كده شوية، هيسوفتن السكين اكتر، هيخليني مودلز خالص. يبقى مش لازم تمشي مع التيار كده ان كل الناس بتقول ان ايفون احسن كاميرا في العالم وانها بتطلع احسن كواليتي في العالم. انا ما استخدمتش موبايل في حياتي بيطلع كواليتي او صور بالمنظر ده. اوقات كتير ببقى انا محتاج ان انا اصور صورة بكواليتي محترمة جدا، بس فكرة ان انا ابقى ماشي بكاميرا دي اس ال ار طول الوقت مش بتبقى حاجة لطيفة. ده مش معناه ان الموبايل ده هيطلع لي نفس كواليتي الدي اس ال ار، ولكن يديني نتيجة مرضية جدا، او مديني برو مود ان انا اقدر اظبط بيه السيتنجز بتاعتي واصور بحاجة على مزاجي، اظبط وايت بالانس، اظبط كل حاجة على مزاجي. انا شايف ان الموبايل ده هيكون مفيد جدا بالنسبه للمصورين اللي عايزين يتحركوا ويصوروا ويمارسوا هوايتهم عادي جدا، بس ما يكونوش شايلين معاهم دي اس ال ار وعدسات والكلام ده كله. هيفيد المصورين اللي اصلا بيعتمدوا على السمارت فون في التصوير بتاعهم، ودول على فكره مش قليلين خالص. في عدد كبير جدا من المصورين اعتمادهم بيكون كلي على الموبايل بتاعهم في ان هم يطلعوا صور. يبقى كده انت عرفت احسن كاميرا في العالم موجوده في اي موبايل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني فيديوهات تانيه.